السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أطفال على منصة إيديورام مع أستاذ صابر بيبرس في مادة اللغة العربية، مع درس جديد من دروس النحو اللي قربنا خلاص ننتهي منه، اقتران جواب الشرط بالفاء. في أوقات جواب الشرط اللي أصلا مجزوم ما بيقترنش بالإيه؟ ما بيجزمش، لا يجزم. ليه؟ بيقترن بالفاء. في الحالات دي يجب أن يقترن بالفاء. طيب، حالات وجوب اقتران جواب الشرط بفاء الجزاء. جواب الشرط نسميها فاء الجزاء، بفاء الجزاء او فاء الجواب، بس الاشهر فاء الجزاء. واحد بيقول لي ان يكون جواب الشرط جملة اسمية. ان يكون جواب الشرط جملة ايه؟ اسمية. اقول لي كده المثال: من يرد التوبة فباب الله مفتوح. يرد بام أداة شرط، يرد فعل الشرط، وطبعا هنا اعرابها مبتدأ لان فعل متعدي سوف مفعوله. يرد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وحذفت الياء لعدم التقاء الساكنين، اصلها يريد والتوبة مفعول به. طيب خلاص، فين جواب الشرط؟ جواب الشرط جاي لي جملة اسمية، فبعرب الجملة الاسمية عادي. فباب اعرابها مبتدأ مرفوع بالضمة، ولفظ جلال الله مضاف اليه، الميم يعني كلمة مضاف وادي اليه. فباب الله ماله، بس على الخبر بماله مالها، مفتوح تبقى خبر مرفوع. طيب اذا كان بقى جواب الشرط جاي جملة اسمية وأداة الشرط جازمة، لأن أنا عندي أدوات شرط غير جازمة اللي هي إذا ولو ولولا وكلما، اكتبهم: إذا ولو ولولا وكلما، دي أدوات شرط غير جازمة. لا، أداة شرط جازمة وجواب الشرط جملة اسمية أو من الجمل اللي هيكون يجب أن يقترن فيها بالفاء، يبقى يجب أن يقترن بالفاء، أدي فاء الجزاء. أقول بقى بعدها وإيه؟ وجملة جواب الشرط في محل جزم. في محل جزم جواب الشرط، لان اصلا جواب الشرط الاصل فيه ان هو مجزوم، ما دام في ادوات شرط جازمه، ما دام ادوات شرط جازمه فالاصل فيه انه مجزوم. اما لو ادات شرط غير جازمه بنقول جمله لا محل لها من الاعراب، وهناخدها. طيب يبقى بعد ما بخلص اعراب وعندي ادات شرط جازمه اقول جمله جواب الشرط في محل جزم، سواء جمله اسميه بقى مثبته زي كده او جمله اسميه منفيه. ناخد مثال على الجمله الاسميه منفيه. من يرد الله به خيرا فلا راد لقضائه. من يرد برضو فعل الشرط ومجزوم بالسكون، فين جواب الشرط؟ جملة اسمية منفية، دي لن فيها للجنس اللي خدناها، ورد اسم لن فيها للجنس، مبني ومبني في محل نصب، ولقضائه جر ومجرور شبه جمله خبر لن فيها. يبقى هنا سبب اقتران جواب الشرط بالفاء جمله اسميه منفيه. في امتحان السنه اللي فاتت بقى جاب لهم في امتحان علمي الجمله زي كده، وجاب لهم اسباب اقتران جواب الشرط بالفاء، فجاب لهم جمله اسميه بس، ما قالش بقى منفيه ولا مش منفيه، هي فعلا جمله اسميه، وجاب لهم جمله منفيه، والاختيارات الثانيه كانت اختيارات بعيده شويه. ففي طلبة اتلخبطت وعملتها جملة ايه؟ وطلبة شاطرة عملتها جملة منفية. لا، مفيش في أسباب اقتران جواب الشرط بالفاء إن هي جملة منفية. طب ما أي جملة منفية أحطها لك بقى يجب أن تقترن بالفاء؟ لا. ما جملة منفية دي ممكن تبقى جملة اسمية، جملة فعلية. لا، يبقى جملة اسمية، كان الاختيار الصحيح إن هي تبقى جملة ايه؟ اسمية. سواء مثبتة أو منفية. طب والله ما وصفلكش الجملة الاسمية، قال لك جملة اسمية مثبتة، قال لك جملة اسمية منفية، مش إشكال. لانه برضه جه في امتحان السنه اللي فاتت بخاصه الشهداء، وكان عايز اعراب الشهداء، وكان حاطط اعرابها مبتدا. ففي طلبه ما اختارتش المبتدا، انا اعرفهم. ليه يا ابني ما اختارتش المبتدا؟ قال لي عشان مش كاتب مبتدا مؤخر، لان هو حافظ اللي يجي بعد بخاصه مبتدا مؤخر. هو لازم يكتب لك وصف الحكم او حكم الاعراب، يعني حكم المبتدا ايه؟ هو مبتدا، جاب لك حكم ان هو مؤخر مقدم، مش شرط.
هنا والله السبب جملة اسمية، يجيبها لك بقى مثبتة منفية، يكتبها لك بعديها مثبتة منفية، خير. ما كتبش انت عارف ان دي جملة اسمية، لان لن فعل الجنس بتخش على الجملة الاسمية. خلاص، يبقى اول حاجة ان يكون جواب الشرط جملة اسمية سواء مثبتة او منفية. مثبتة زي كده، منفية زي كده. فلما اختار اللي اختاروا جملة منفية، طبعا ده كان اختيار صح، اختيار غلط. الاختيار الصح كانت جملة اسمية. هو شاف النفي فقال لك جملة منفية. وده لما بيحب يوقع الطلبة، وكان حاجة سهلة بس الرهبة الامتحان شتتت بعض الطلبة، وفي طلبة ربنا وفقها فيها طبعا. طيب، تاني حاجة بيقول لي إذا كانت جملة جواب الشرط جملة فعلية، بس مش أي جملة فعلية، فعلها طلبي. ما هي اصلا فعل الشرط اساسا بيبقى فعل، يعني من يجتهد يفز بالنجاح. طب ما هو يفز بالنجاح جمله فعليه، بس يفز فعل مضارع مجزوم على طول. لكن بيقول لي جمله فعليه فعلها ايه؟ طلبي. ايه بقى الطلب معايا؟ يعني مثلا تكون امر، ماشي، من يزرك فاكرمه. يزورك فعل الشرط مجزوم بالسكون، اصلها يزورك وحذفت الواو لعدم التقاء الساكنين، والكاف مفعول به. خلاص، يبقى دي اعرابها مبتدا، فعل مضارع استوفى فعل متعدي استوفى مفعول. فاكرمه ده فعل امر، بقول فعل امر مبني على السكون. والفعل ضمير مستتر تقديره انت، وهاء الغيبه ضمير مبني في محل نصب مفعول به. اقول والجمله الفعليه بعد ما اخلص، عشان عندي اداه شرط جازمه، والجمله الفعليه فاكرمه في محل جزم جواب الشرط. طبعا دلوقتي بتجيلي في اختيارات، بس انت لازم تبقى تعرفها كده. يبقى الجمله دي في محل ايه؟ جزم. ودي خدناها في الجمل التي لها محل من الاعراب لو تفتكر. او الطلب ايه تاني؟ ما انت واخد الطلب، امر، نهي، استفهام، تمني، عرض، رجاء، تحضيض. نهي، نهي زي ايه مثلا؟ من يطلب مساعدتك فلا تخذله. قال له يطلب فعل الشرط مجزوم بالسكون، مساعدتك دي مفعول به. خلاص، فلا تخذله دي للنهاية. انا واخد للنهاية بتجزم. ما تخذله هتقول فعل مضارع، تخذل فعل مضارع مجزوم بلا النهاية. هنا بقى، هنا مش اللي جزمه من، لا، اللي جزمه لا النهاية، مجزوم بلا الايه؟ النهاية. ماشي، علامة جزمه ايه؟ السكون، عشان صحيح الاخر اخر حرف اللام، وعلامة جزمه السكون. والفعل ضمير مستتر تقديره انت، وهاء الغيبة ضمير مبني في محل نصب مفعول به. قول والجملة الفعلية، والجملة الفعلية فلا تخذله في محل جزم جواب الشرط. اوعى بقى تتلخبط تقول لي عشان تخذله مجزومه، والله اللي جزم تخذله هنا لا النهايه، انما جواب الشرط لازم يكون في الجمله كلها في محل ايه؟ في محل جزم. او يجي لك استفهام، اقول كده من يزورك فهل تكرمه. خلاص، يزورك قلنا خلاص ده فعل الشرط مجزوم. طب تكرمه ده فعل مضارع مرفوع بالضمه، مرفوع بالضمه، وهل حرف استفهام مبني لا محل له من الاعراب، لان الهمزه وهل فادوات الاستفهام حروف، وباقي ادوات الاستفهام اسماء. طيب، قول جمله تكرمه بعد ما اعربها الفعل ضمير مستتر تقديره انت، والهاء مفعول به في محل ايه؟ في محل جزم. او يجي لك مثلا تمني او عرض او تحضيض، العرض بألة والتحضيض بهلة والتمني بليت. ماشي، العرض بألة مثلا، هناخد مثال عليها ونكتفي بكده، او التحضيض قلنا بإيه؟ بهلة، كتبتهش. ماشي، هقول مثلا ان لما هناخد هنا مثلا من
من يزورك؟ ألا تكرمه؟ والفعل المضارع برضه مرفوع بعديها. كذلك هلا، من يزورك هلا تكرمه، برضه تحض على إكرامه. من يزورك ليتك فليتك تكرمه. طيب الجملة هنا مكتوبة غلط. اه استاذ طبعا مكتوبة غلط، انا عايزك تبقى صاحي معايا. ليه؟ فين الفاء؟ فين الايه؟ الفاء. يبقى المفروض بتتكتب ازاي؟ المفروض بتتكتب كده، فألا، وهنا فهلا. من يزورك فهلا تكرمه، زي ما كنا حاطين الفاء هنا فهل، وزي ما كنا حاطين الفاء هنا في اللي فات برضو فلا، وزي ما كنا حاطين الفاء هنا فأكرمه. لازم يجب أن تقترن بالإيه؟ بالفاء. فباب فلا يجب أن تقترن بالفاء. طيب إذا زال سبب الاقتران بالفاء يبقى يزول، تزول الفاء معها، الفاء تتشال من الجملة. يبقى جملة فعلية فعلها طلبي، ثلاثة جملة فعلية فعلها جامد. ايه الافعال الجامدة بقى؟ قال لي والله نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا وعسى، ماشي، وليس طبعا معاها. وهناخد مثال على ليس، من غشنا فليس منا. من أداة شرط، غشنا فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. إذا جه فعل الشرط فعل ماضي أو جواب الشرط فعل ماضي، بقول فعل ماضي مبني في محل جزم. غشنا فعل ماضي مبني على السكون، اتصالي بين الفاعلين مبني على السكون في محل جزم. اقترن جواب الشرط بالفاء، أو الفاء ليس فعل ناقص نازخ مبني على الفتح، والفاعل ضمير واسم ليس، اسم ليس ضمير مستتر تقديره هو، ومنا جر ومجرور شبه جملة في محل نصب خبر ليس. والجملة الفعلية، والجملة الفعلية فليس منا في محل جزم جواب الشرط، عشان أداة شرط ايه؟ جازمة. طيب ايه تاني؟ قال لي والله جملة فعلية منفية بحاجتين، يا اما لن يا اما ما، ماشي. مثلا من او ان، ان تجتهد فلن يضيع تعبك. تجتهد فعل الشرط مجزوم بالسكون، فلن أداة نصب، يضيع فعل مضارع منصوب بالفتحة، وتعبك فاعل. طيب والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية فلن يضيع في محل جزم، لأن أداة الشرط إيه؟ جازمة. أو منفية بما، فما يضيع تعبك، هتبقى فعل مضارع مرفوع بقى لو قلت فما يضيع تعبك. طيب أو جملة مسبوقة بقد، جملة مسبوقة بإيه؟ بقد. أقول من يطع الرسول فقد، لازم أجيب الفاء، أطاع الله. يطع فعل الشرط مجزوم بالسكون وحذفت الياء لعدم التقاء الساكنين، أصلها يطيع. الرسول مفعول به، تبقى من هنا إيه؟ من هنا مبتدأ. فقد حرف توكيد، أطاع فعل ماضي مبني على الفتح ولفظ الجلالة، الله مفعول به، والفعل ضمير مستتر، فقد أطاع هو تقديره هو. والجملة الفعلية فقد أطاع الله في محل جزم جواب الشرط. طيب آخر حاجة، إن تكون جملة فعلية مسبوقة بالسين وسوف. آخر حاجة اللي هي 7 أو 8، مسبوقة بالسين اللي هو التسويف، وسوف، والفعل بعد السين وسوف دائما مرفوع، ماشي.
لو قلت كده من يجتهد فسوف يحقق أمله أو فسيحقق أمله. طبعا يحقق في الاثنين فعل مضارع مرفوع بالضمة، الفعل بعد حرف سوف أو بعد الحرف السين، ده مستقبل بعيد وده مستقبل قريب مرفوع بالضمة، وبعد معرب ده أداة شرط إيه؟ جازمة، هي تكون الجملة الفعلية في محل إيه؟ في محل جزم. طب إذا كانت أداة الشرط غير جازمة، إذا ذارك صديقك فأكرمه، طبعا هنا جواب الشرط اقترن بالفاء ليه؟ لان ايه؟ جمله فعليه فعلها طلبي اذا ذكر منك السبب. طيب زارك فعل ماضي مبني على الفتح، ما اقولش في محل جزم ليه؟ لان اذا اداه شرط غير جازمه، انا قلت لك اذا ولو ولولا وكلما ادوات شرط غير جازمه، بس ادوات شرط. فين جواب الشرط؟ فاكرمه. هعرب فعل ما فعل امر مبني على السكون عادي، والفعل ضمير مصير تقديره انت، وهاء الغيبه مفعول به. طب جمله فاكرمه اقول لا محل لها من الاعراب. ليه بقى هنا لا محل من الاعراب؟ لان اذا اداه شرط غير ايه؟ اداه شرط غير جازمه، الاربعه دول ادوات شرط غير جازمه. اما اذا كانت اداه الشرط جازمه واقترن جواب الشرط بالفاء، فجمله جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط. كده أخذنا أسباب اقتران جواب الشرط بالفاء اللي بنختصرها في هذا البيت، بنقول اسمية أي إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، طلبية أو كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي، وبجامد أو جملة فعلية فعلها جامد اللي هي قلنا نعمة وبئس وعسى وليس، ماشي، وبما ولن وقد والسين والتسويف. ده اختصارها، اسمية جملة اسمية، طلبية جملة فعلية فعلها طلبي، جامد جملة فعلية فعلها جامد، بما ولن أي جملة فعلية منفية بما أو جملة فعلية منفية بلن أو جملة مسبوقة بقد جملة فعلية برضو، والسين جملة فعلية مسبوقة بالسين وسوف. ده كده اقتران جواب الشرط بفاء الجزاء، وأتمنى يكون الدرس كده مع أدوات الشرط وصل لكم بشكل سهل وبسيط. كان معكم أستاذ صابر بيبرس على منصة إيديورام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.